حاجه، انزل لك حاجه كمان. ماشي نزلي لي وقولي لي دي ايه، ووريها الفيديو اللي بعده. اللي بعده ايه؟ لسه ملكه الرومانسيه بس متعجرفه شوي. نعم متعجرفه، هاي الكلمه المظبوطه؟ لانه نقصته متعجرفه، شايفه حاله. ايه لا، من شيء تجربه شخصيه يعني، مش انه شيء، بس انه بمجرد عم تقول كلمه واحده ما رح اخبرك ليه. شو قديم كثير، موضوع قديم، ما نتكلمش في القديم. لا انتوا عم تفتحوا ملفات كثير قديمه ونحكى فيها، يعني صار في مش ده عمتك؟ عشان كده قلتي لي اليسا، عشان كده قلتي لي في الاول اليسا. انا ما عندي مشكل مع حدا. انت عايزه تنقي اللي هسالك فيه؟ لا ولا طبعاً. انا اجيب من ارشيفك اللي هسالك فيه؟ تجيب اللي انت عايزاه. ده حقيقي حاصل وده انت اللي في في الحوار ده ولا لا؟ لا انا طبعا أنا ينفع اسالك فيه؟ طبعا. بس بقول لك قديم. بيقولوا ان انت هاجمتي زميلاتك اللي الزمن اثبت ان استمرارهم في النجاح اكبر منك ومتفوقين عليه. يا حبيبتي انا بهاجم بطريقه اللي بدي اقوله، وبحكي الطريقه اللي بدي اقولها بغض النظر مين في بوجهي. فيك تكوني انت كثير اهم مني، وفيك تكوني كثير انت اقل مني، وفينا نكون يعني فينا نكون قد بعضنا. العلو الشأن ونزوله ما بيكون ما بينقاس لا بالشهره ولا بالماده، بينقاس بالاخلاق. انا اليوم بحس بك على اخلاقك، اذا اليوم انت قللتي من قيمتي انا الشخصيه مش حاستكلك على الموضوع مثل ما كنت تكوني. ان شاء الله بدق راسك. ده مين اللي قلل يعني منك؟ ما ت... ما ت... ما... ما يعني ما ما حدا يقلل من شأن حدا، لانه انا بعيونك يمكن من اليوم اهم فنانه بعيونك كثير ناس. لا مهمه في عيوني طبعا، ولو ما كنتيش مهمه ما كنتيش قعدتي على الكرسي. حبيبي عم بحكي ان جنرال، مش عم بحكي عنك شخصيا. طيب. انا بعيون اي شخص أوكي. يمكن انا ما اكون اهم حدا بالعالم، صح؟ بعيوني كثير ناس انا بالنسبه لهم الايدل. طب انا هيدول عم بشتغل عليهم وكرمالهم ومشانهم ومشان نفسي بالاول، برجع بقول لك. بس انت بتشتغلي عشان الاثنين، وبنطلق من اللي بينتقدوك واللي بيحبوك. لا انا بشتغل اجمالا كرمال اقدم فن اللي انا بحبه، اذا الناس رضيت بهذا الشيء وحبوه. لانه انت ما بترضي كل العالم. طب ايه علاقته بالفيديو ده يا ما رضيوا؟ ده ايه ده اللي يعني الفيديو اللي نزل ده وهجومك على اليسا؟ انا ما بهاجم اليسا، انا جاوبتك قلت لك اذا بدك اليوم تقليلي من شأني الشخصي بدي اقلل من شأنك الشخصي. يعني هي قللت وقتها من شكلك الشخصي؟ كان حتى لو قديم يعني قللت بوقتها. ده كان رد فعل لفعل هي عملته. طبعا انا ما انا على فكره انا ما بدعس على طرف حدا، انا عمري ما بدي اقباب حدا، بس اللي بدي اقبابه ما بسكت له. ينفع تقول لنا عملت ايه؟ كنا بالمطار وتما يطلع وجه بوجهها وتقول مرحبا وقفت مدير اعمالها بوجهها كل الوقت. فعشان كده انا يعني زعلت. وانت فهمتي يعني ان دي مش حركه يعني طبيعيه يعني دي مش مقصوده. انسي انا فنانه وهي فنانه، دي لو انا انسانه عاديه وهي انسانه عاديه وعملت كده ازعل من الموقف ده، عشان انا ما تربيت هيك. نحن ببيتنا تربينا نقول مرحبا، والمرحبا هي للرب لا الله. نحن بنقول سلام للرب. انك تكوني متواضعه هيك انا وتتجاوبي مع انا مين ما كان. انا التواضع تبعي بيكون بكثير من المطارح، وبكثير من المطارح الثانيه يمكن ما اكون متواضعه، بس انا بتواضع بالمطرح اللي لازم اتواضع طيب فيه. طيب نيلي، بعد اللي حصل ده هل حصل وتواجهته بعد كده؟ لا 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 ما لا يعني ما تقابلتوش في مكان، ما قابلتيهاش في مطار ثاني. ما تقابلتوش من وقتها؟ ممكن لو قابلتها بمطار ثاني هلا بوقف انا مدير اعمالي بوجهها، حتى لو مين ما كانت تكون، حتى لو كانت بقيت انت بقى اللي متعجرفه دلوقتي. لو عايزاني كده عادي، انا قلت لك انا ما بدعس على طرف حدا، بس اللي بدعس لي على طرف انا مني منزله. لا انا برد صاصعين. مين تاني دعس لي؟